كل مدينة باش معروفة، وحنا اليوم كنتواجدوا بمدينة مراكش اللي معروفة بالطنجية ومعروفة بحاجة أخرى. بلا ما نخليكم تفكروا أنا نقولها لكم، معروفة بالموتور. واليوم غنعرفوا أشنو علاقة المراكشيين بالموتور، تبعوني. رشيد، واش نقدروا نشوفوك بلا موتور؟ لا، ما يمكنش. علاش زعما؟ حيتاش الموتور ضروري، تيقربك من بلاصة لبلاصة، ومراكش معاك كبيرة، ضروري خصك الموتور. ها ولا بدلتي المدينة شي بلاصة أخرى؟ واخا، لحقاش انا ولفت الموتور، ضروري خصني نقبض الموتور، لحقاش ولفت انا الموتور. ديك البلاصه ما فيهاش الموتور. ما فيهاش الموتور، غادي نتيه من هنا ليه، من هنا لديك البلاصه اللي ما فيهاش الموتور. ولا خرجوا شي قانون اللي كيمنع المواطن هنايا في مراكش، غادي تكون شي مظاهره كبيره. احنا باقي غاديين في الموتور وكنقلبوا على الناس وعلاقه الناس بالموتور في مراكش. هذا معنا واحد المراكشي ما يقدرش يعيش بلا موتور، شحال هو عندك الموتور؟ واش نقول لك اختي، مني طلعت السادس السابع من المراهقه. وما تقدرش تعيش بلا موتور؟ ما يمكنش نعيش اختي بلا موتور. علاش زعما ما تقدرش تمشي على رجليك؟ لا، دابا مراكش، دابا حتى الطوموبيله ما تقدرش لك غارات في مراكش. الموتور راه بنات ودراري، ماشي دراري، معروفه على المراكشيين البنات يطلعوا فوق الموتور. معروفه مال الطوموبيلات كيبقاو كيتشكاو على المطار وهذا، علاش مراكش كيبقاو كيتشكاو؟ مراكش دابا مراكش ماشي هو المدن الاخرين، مراكش كلشي دايرك فوق الموتور، تتقضي فيه الغرض دغيا. بحال بغيتي تمشي بالطوموبيله تقدر دير واحد الساعه تاع المكانه ما بين دوار عسكر المدينه، الا مشيتي في الموتور بغيتي واحد الربع ساعه. ولا دابا الا داروا شي قانون كيمنع الموتور شنو غدير؟ غادي واحد المضاربه تولي كبيره، هما هي 96 داروا عليها البلاكه وداروا مضاربه، هما حيدوا الموتور صافي اضراب على الطعام. ما يمكنش مراكشيين يعيشوا بلا موتور اختي، يجيك من الاخر، سواء بنات سواء دراري. ما يسولك عشان البنات في مراكش كيسوقوا بزاف الموطر؟ الاغلبيه ديال البنات كيسوقوا بزاف الموطر، يعني مراكش معروفه بالموطر وبنات كيسوقوا الموطر. الاغلبيه ديال يعني الترونسبور كيسهل بالموطر، يعني خاص تبقى ديما تشد الترونسبور وهذا، وطول عليك الطريق، ويعني الموتور سي بي يوتيل. اجي نقول لك، تقدروا نشوفوا مراكش بلا موطور؟ لا جو بونس با صراحه. السلام عليكم خويا. السلام اختي، صافي؟ تبارك الله، شحال ديال المواطر عندك؟ الله يبارك فيك، الله يقوي الخير اختي. شحال المواطر عندك في النهار كتكون عندك؟ على حسب الجو اختي، مثلا على حسب شنو نقول، على حسب الرواج، على حسب بحال دابا في العطلة تيلحق انا حتى 120 موتور 150 موتور. علاش المراكشيين كيصوبوا الموتور بزاف؟ اختي مراكش من زمان معروفة بالمواطر، من زمان معروفة مراكش بالمواطر. كلشي يقدر يعيشوا المراكشيين بلا موتور؟ لا ما يمكنش. علاش؟ هذا السؤال هو اللي شبيه نقول لك ما نقدرش نجاوبك عليه، حيتاش فلاسفه وما قدروش يجاوبوا عليه. ما قدروش يجاوبوا شي حاجه اللي شبيه نقول لك ولات عندهم مرسخه في التيهان ديالهم، اي ضربه تلقى فيها 3 4 المواتر. ضروري خصهم يسوقوا المواتر هنا، حيت تيبيقجوا الغراض، وعندنا مدينه صغيره تيبي يضروا به هنا، كيجيو به الغراض هنا وهنا. عندك موطور؟ انا عندي موطور. اه، تخيل مراكش بلا موطور؟ لا لا، علاش؟ كاع الطوموبيل حاطينها وتنضرب فوق الموتور، حيت عندنا موتور زوين عندنا في مراكش، الطرق كاع أكثر أيام في الصيف، إذا كان في الصيف الموتور في مم برد ياك برد. حنا مراكشيين معروفين عندنا الماطر، فهمتي؟ حيت يقول لك واحد المثل ما يمكنش بنت مراكش ما تكونش كتعرف الموتور في مراكش، امبوسيبل ما تكونش كتعرف الموتور في مراكش، حيت مراكش معروفين عليه الماطر، وكازا معروفة عليهم الطوموبيلات. دابا بغينا نعرف علاش المراكشيين كيسوقوا بزاف الموطور. المراكشيين تيسوقوا بزاف الموطور من زمان، حيت عزيز علينا الموطور، تيوصلنا للخدمه بالوقيته، ما تنبقاوش تنتسناو الطاكسيات في الطريق، وهذا الشيء اللي كاين اختي. واش تقولي لهم انتم الموتور؟ حيت حنا المراكشيين تنقولوا الموتور. علاش زعما؟ حيت حنا تنقولوا اش بيتي، بحال اش بيتي، بحال الموتور، بحال غاجبتش. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.